القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة، إليكم أبرز العناوين. قواتنا اللجوية تقتل عددا من الإرهابيين على طريق الجهات. رسالة شكر للمجتمع الدولي. صندوق النقد معدل النمو في مصر فاق التوقعات. إطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعي بالمحافظات. وإليكم تفاصيل النشرة. الثأر للشهداء، فقد قامت قواتنا الجوية بمهاجمة منطقة اختباء العناصر الإرهابية على طريق الواحات بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم، وذلك بناء على معلومات مؤكدة بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية. وأسفرت ضربات عن تدمير 3 عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، والقضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية التي قامت باستهداف قوات الشرطة على طريق الواحات، فيما تقوم القوات الجوية بالتعاون مع عناصر الشرطة بتمشيط المنطقة للقضاء على العناصر الهاربة. هذا ونشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري بيانا حول جهود قوات حرس الحدود في أكتوبر على مختلف الاتجاهات للقضاء على العناصر الإجرامية والمهربين، قائلا إنها نجحت في اكتشاف وتدمير 3 أنفاق على الشريط الحدودي بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء، بالإضافة لضبط 80 عربة دفع رباعي و6 دراجات نارية و3 مراكب صيد يتم استخدامهم في عمليات التهريب. كما نجحت القوات في ضبط 118 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية و440 فردا من جنسيات مختلفة خلال محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية. مصر خيارها واضح بأن تستمر وطنا للتنوع، هذا ما أكده سامح شكري وزير الخارجية في المؤتمر الوزاري الثاني للتنوع الديني والثقافي والتعايش السلمي في الشرق الأوسط المنعقد باليونان، موضحا أن الحديث عن الحفاظ على التنوع في ظل ما تعانيه المنطقة من استفحال لظاهرة الإرهاب ليس طرفا فكريا بل ضرورة حتمية للحفاظ على أمن وسلامة شعوب الشرق الأوسط، مشددا على أنه حان الوقت لتبني المجتمع الدولي موقفا واضحا ومتسقا ضد الإرهاب العدو الأول للتنوع والتعايش السلمي في مجتمعاتنا، والعمل على وقف التمويل والدعم السياسي والعسكري واللوجستي للإرهابيين، وامتناع بعض الدول عن توفير ملاذ آمن لهم أو السماح باستخدام أراضيها أو وسائل الإعلام التي تبث منها. في سياق متصل، أكد مستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية على تضامن مصر مع مملكة البحرين في كافة القرارات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة شعب البحرين الشقيق ضد أي أضرار تصيبه، معربا عن تفهم مصر الكامل لموقف ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بعدم مشاركته في اجتماعات أو قمم خليجية يشارك فيها أمير قطر، باعتباره قرارا سياديا لمواجهة الأضرار التي أصابت المملكة جراء السياسات القطرية السلبية خلال السنوات الماضية. معدل النمو في مصر فاق التوقعات، هذا ما أكده تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن معدل النمو خلال العام المالي السابق زاد كثيرا عن توقعاته، ما يعكس السياسات الرامية إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية في سياق البرنامج الذي وضعته السلطات والمدعوم باتفاق مع الصندوق، حيث بلغ معدل النمو 4.2% في الوقت الذي كان يتوقع فيه الصندوق أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.5%. في سياق متصل، أطلق طارق رابيل وزير التجارة والصناعة خريطة الاستثمار بالقطاعات الصناعية في مختلف المحافظات، والتي تضم أكثر من 4,100 فرصة استثمارية حقيقية. وقال الوزير إن فريق عمل من الوزارة ضم 200 مهندس وفني قاموا على مدار عام كامل لزيارة مختلف أنحاء مصر لإجراء استقصاء علمي شمل بيانات متكاملة لكل مصنع من حيث حجم الإنتاج والطاقة الإنتاجية ومدخلات الإنتاج سواء كانت محلية أو مستوردة، أو مساحة المصنع والرغبة في التوسع، فضلا عن أسواق التصدير وإعداد العمالة. وتم ربط هذه المعلومات
بقاعدة البيانات المتوافرة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية فضلاً عن مشروعات الصناعية المقترحة. نشرتنا انتهت، نلقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.